طبعا نظرا لوجود حضرتك معانا ملهاش حل، لازم نبتدي كلامنا ونستهل بتقييم الشناوي، وخصوصا زي ما نهاوند كانت بتقول في تألق ملحوظ في الفترة الأخيرة، في تصديات لكور المفروض حقيقة. المنطق يقول إن هي هتدخل جول، لكن في حقيقة. حال وجود الشناوي ما ينفعش تدخل جول، وزي ما حصلت في انفرادين مثلا في ماتش بيراميدز. بيراميدز حقيقة. بس احنا مش هنتكلم على ماتش بعينه قد ما بنتكلم على في الفترة الأخيرة، رؤيتك وتقييمك لأداء الشناوي عامل إزاي؟ طبعا بحييكم طبعا وبشكركم جدا، انا وسعيد معاكم جدا. نورت. قبل ما نتكلم بس نبارك لسيدات السله، حاجه محترمه حاجه الصراحه جميله جدا. جدا، حاجه محترمه جدا، حاجه رائعه جدا، وده طبعا النادي الاهلي معودنا على كده، سيدات انسات رجال كله، يعني بصراحه شيء رائع، لان المنظومه كلها على بعضها محترمه جدا، في نظام ماشي عليه النادي الاهلي، فالبطولات والنجاحات بتيجي من الموقف ده يعني. فطبعا نتكلم طبعا على الشناوي. الشناوي طبعا رقم واحد في مصر، رقم واحد في النادي الاهلي طبعا، بخلاف زمايله اللي موجودين كلهم حراس مرمى جيدين جدا. انما نتكلم على الشناوي تحديدا، لان هو اللي بيلعب، هو اللي في الصوره، هو اللي في لا، وعندك كلين شيت مباريات كتيره، وعندك يعني اداء محترم زي ما كنت بقول، في تالق. الشناوي رجع مره تانية، وكل ده ممكن لو حضرتك برضو تتفق او تختلف لمارسيل كولر. انا وكريم اتكلمنا في النقطه دي اكتر من مره. هي بص هو انت المشكله كلها ان حتى لو في اخفاقات شويه من لاعب او حارس، لازم تديله، لازم يشتغل، لازم تديله فتره، ولازم يلعب عشان يرجع لمستواه تاني. ده مهم جدا. انما لو هو مثلا في مره مستواه مش كويس وقعدته، العامل النفسي بتاعه هينزل معاه جدا، فدي عشان ترجعه تاني محتاج وقت. انما انا بحيي طبعا الناس القائمين على كره القدم، والمدير الفني والجهاز الفني كله، ان هو مش مع الشناوي بس، مع اكتريه اللعيبه في النادي الاهلي. يعني انا عجبني جدا مباراه الترجي اللي فاتت، من اول البدايه لغايه اخر المباراه، والله ما فيها حاجه غلط، يعني كله صح، كله ماشي مظبوط. حتى التغييرات، اللي طالع مبسوط واللي نازل مبسوط، اللي نازل بيأدي واللي طلع ادى، يعني انا شفت مباراه رائعه من كل الوجوه. يعني اول مره اشوف مباراه للنادي الاهلي كده. طبعا النادي الاهلي دايما معودنا ان هو كويس جدا، انما المباراه دي تحديدا بتلعب قبل نهائي وبالشكل ده، يبقى حاجه رائعه جدا، يبقى في حاجه حصلت. ايه هي اللي حصلت؟ ان الناس دي مركزه، الناس دي كل اللعيبه مركزه، يعني من اول صفاره الحكم لغايه نهايتها اللعيبه كلها مركزه. انا اول مره اشوف كل الاربع خطوط بثلاث خطوط بحارس المرمى كلهم على اعلى مستوى، يعني ما فيش حد مقصر. يعني ممكن تلاقي في المباراه لعيب مقصر، اتنين مقصرين، أو مش في حالتهم، او مش في حالتهم، او مش قصدي التاثير منهم، يعني مش في حالتهم. انما انا شايف والله يعني ال 11 اللي بداوا بالتغييرات كل اللعيبه كويسه جدا، يعني مباراه رائعه من كل الوجوه. نيجي للشناوي. الشناوي في الفتره الاخيره ماشي كويس جدا، برضه هو برضه بيلعب بخبره كبيره، عنده خبره كبيره جدا، عنده عدد ساعات كتير جدا من المباريات لعبها. ممكن يكون مره مش كويس، مره يعني مش مستوى، انما الاستمراريه هي دي المهم، الاستمراريه في اللعب هو ده المهم جدا. لما بيكون